والله شوف ريتم اللي جاي قيس سعيد ولا ثم امن، رجع الامن الشعب يحبك، رجع الامن وريت قيس سعيد يمشي وحده ما يكلموا حد، يحبوه الشعب. انا قيس سعيد ينجم يدخل من غير حمايه أبنى. يدخل مع غير حمايه ما يكلموا حد، الشعب هو اللي يحميه، الشعب يحميه ما غير ما لا امن لا شيء، الشعب هو اللي امن. الناس كل تحبه، الناس كل تحبه بصراحه. ما شنو الحاجة اللي عجبتك في قيس سعيد في الفترة الأخيرة؟ ثلاث سنين الأخرانيين اللي شدهم هو من 25 جويلية 2021 لليوم. العدل. ولا كم المواطن الزوالي كما اللي لبس عليه، كل قدام القضاء الناس كل كيف كيف. انتخابات 6 أكتوبر. أي. أنت مش تذكر رئيس الدولة ولا؟ بيان سير. معناها سمي لي واحد راه. أنت كانت تسمي لي واحد. ننتخب ما تهميش. يعني اليوم ما ثمش بديل لقيس سعيد؟ مستحيل حاليا في تونس فيه رجال، اما حاليا ما ثماش واحد حاضر ابار قيس سعيد، ما ثماش واحد حاضر. احنا ماذا بينا حتى كي قيس سعيد باش يكمل الماندا نتاعو الجايه لازم يخلينا راجل بلاستو. احنا تو ما عدناش نخمو في الخمس سنين الجايين، نخمو في البعد خمس سنين نتاع قيس سعيد. بالطبيعه هاي نقصد هكاك انا، معناها الخمس سنين اللي بعد قيس سعيد باش ما يقعد 29 يعطيك الصحه. من بعد لازم واحد لازم الرئيس بتاع الدولة يحذروا توا، من توا يحذروا باش كي تشد تونس تشد زاد ياخذ عليه المشعل معناها بكل نظيف كيف. ولا شعبي يعرف كل شيء. بقينا حاجة واحدة قيس سعيد لوموا عليها فيها. أنا اللوم رئيس الدولة فيها. ثم حاجات ما لازمش يخرج، ما هو لازم الوزراء قاعدة شادة البيروات وهو يخرج. المعتمدين والولاد شادين البيروات وقاعدين وهو بقعه لبقعه ويدور. انا حكيت مع مواطن قال لي نجموا نقابلوا رئيس الدوله وما نجموش نقابلوا رئيس البلديه، صحيح ولا لا؟ معقول. معقول برشا. نجموا نقابلوا رئيس الدوله مش رئيس البلديه. معتمد ما تقابلوش. مش انا. يعني تتمنى اليوم المسؤولين الكل يكونوا كيف قيس سعيد؟ يمشوا كيما ريت. علاش وزير ما يمشيش للوزاره؟ يمشي وزير التربيه يمشي يشوف المدارس، وزير الصحه يمشي يشوف السبيطارات ويعمل زياره فجائيه ويراقب ويشوف. علاش كل ما يمشي رئيس دوله؟ عليه؟ علاش وزير التجاره اللي يمشي رئيس المعمل الفولاذ ومعمل مدري شنو؟ علاش ما يمشيش رئيس دوله؟ ما يمشيش الوزير؟ اش قاعد يعمل؟ لازم الناس الكل تخدم. ماهم يحبوا تونس، الناس الكل تخدم. والله ماذا بيني راجع. شوف اللي ما يخدمش يمشي على روحه، اللي ما يخدمش يمشي على روحه. عندنا راه فيها راهي بلاد رجال تونس، راهي فيها رجال تونس تحب تخدم. انا باش نسالك سؤال، تمشي تنتخب 6 اكتوبر؟ بيان سور هذا كلام. هذا لو رئيس الدوله ما يترشحش 6 اكتوبر تمشي تنتخب؟ لو ما يترشحش؟ سؤالك مقلوب. ما مستحيل ما ترشحش. انا حسب ما نشوف مستحيل ما ترشحش. مستحيل. معناها أنت تدعو رئيس الدولة اليوم باش يترشح للانتخابات القادمة؟ بيان سور هذا كلام توا. ما عندناش بديل. سمي لي واحد بديل ترى. أنا كنا نشوف فيهم كل. كنا نشوف فيهم كل. بح. هي كلها تكذب حاشاك. كلها تكذب مش نعملوا مش نقدوا والبيت كانت مصيبة تونسيون. راه كنت نمشي من هنا نمشي للتالة. امني ما ثماش. واليوم مع قيس سعيد رجع الامن ورجع كل شيء، خاصه الفتره الاخيره دي. يعني احنا كنشوفوا حي التضامن اليوم اصبح مامن وتونس الكل يعني اصبحت مامنه. مامنه؟ لا مامنه بلادنا ودي. ثم حاجه ما يكون الشعب ما يعرفهاش، راهي تونس فيها رجال. تعرف معناها رجال؟ راهو التوانسه راهو تشوف فيها مكيكه اما كان تجري هكا في تونس اقسم بالله الشعب يثور. ما يحبوش فيها. راهو عندنا الوطنيه عندنا ما نداروش. الشعب التونسي وقتاش يتظاهر شوفوا في كورة واحد يمس تونس كيفاش، واحد يمس رئيس دولة كيفاش. والأمن نتاعنا بصراحة فيه رجال، أمن فيه رجال. رسالتك لقيس سعيد كان ربح في الانتخابات القادمة في الخمس سنين القادمة شنو هو لازم عليه يصلح وشنو هو يعمل؟ الحكومة اللي الحكومة اللي عملها من ناس خدامة صحاح، ناس تخرج تخرج تشوف وتعايل مش قاعدين شادين البيروات. وحاجة أخرى مش تمشي تطلع ورقة ولا تطلع رخصة ولا تطلع تمشي لمية إدارة، مش إلا ذاك وذاك يبعت كذاك وذاك يبعت كذاك وذاك يبعت كذاك. ولا معنى شنو معنى تنتخب قيس سعيد؟ 6 أكتوبر مش تمشي تنتخب؟ بيان سور هذا كلام. مش تنتخب قيس سعيد؟ يا ودي ثم نعطيك معلومة، ثم ناس عمرها ما انتخبت.
عمرها بالعمر. قال لي كاينه تو مش نمشي ننتخب. والله العظيم نعرف عبيد عمر ما يعيش مع ناس ياسر. قال لك مش نمشي ننتخب قيس سعيد، ومش واحد ومش 10 ومش 1000. كان نحكيوا على حي التضامن، حي التضامن كله مع قيس سعيد ولا نسبه قليله؟ 99% فاصل. سعيد بن سير. يا ودي الشعب هذا يحبوه الرئيس نتاعنا راهو. يحبوه، اللي ما يحبش قيس سعيد يحب الترافيك. معناها الانسان الوطني والنظيف هو اللي يحب قيس سعيد. شوف اشترى الشعب التونسي، مش اشترى اكثر 90% من الشعب التونسي يحبوا قيس سعيد بصراحه. خاطر خذا لهم الثار نتاعها. العباد اللي مترشح اليوم يقول لك ما تمش حريه التعبير، ثم مترشح اليوم خرج قال لك الفصل 54 اليوم الرئيس يضيق به على الاعلاميين والصحفيين وما عادش ثم حريه التعبير، صحيح ولا؟ هو يقول اللي يحبه هو. هو يقول اللي يحبه هو. ريت يحكيوا على حريه التعبير. حريه التعبير في مجلس النواب ايش عملوا بها؟ كلاو بها بعضهم طيحونا قدرنا قدام الدول. قال شنو تاع حريه التعبير؟ حرية التعبير يجي يسب بلاده، قال شنو حرية التعبير؟ شوف اللي يعمل هكا يقول هكا راهي ما فماش حرية تعبير وما فماش وما فماش. ايش تحب يقول؟ ما قالش منين يشد قيس سعيد، ما قالش منين يشدوا، اش مش يقول؟ مش يقول هكاك. هنا نعبروا نحن، ايش تحب أكثر من التعبير؟ شوف ريت التعبير كلها في حكاية فارغة. العمل اخدم، اخدم بلادك. هو صحيح. اما مش هاو عبر هاو قال هاو تيجي حكايه فارغه ولا اخدم اخدم تونس تنتخبوك. اي واحد اي واحد يخدم تونس برجله قدام ربي انتخبوه. علاش الشعب يحب قيس سعيد؟ يخدم الراجل يخدم بالليل ليل ونهار. بالك انت الرئيس الوحيد اللي ما خذاش كونجي من اللي شد الحكم. ربي يبقى عليه الستر. ربي يبقى عليه الستر. شوف ورئيس ما في وذكي. كنا قبل نمشيو هكا من غير ما نسمي. هو عرفها هكا حكايه فارغه مشى هكا شد الشرق. وغاديك توا مستقبلنا غادي في الشرق وفي افريقيا. اوروبا حكايه فارغه ما عادش فيها. هي اوروبا عايشه من الافريق. هو فاق بهم اللي حب يعيش معاهم من الافريق ومن الشرق. تصور انه رئيس الدوله اليوم بعد التجربه هذه اللي خذاها في الخمس سنين اللي تعداو انه ثم مش نتحصلوا على نتائج مهمه في الخمس سنين القادمين ان شاء الله؟ اكيد اكيد. اش بيك خلص في الديون؟ في مجلس النواب قبل كان في العشريه السوداء انا نتفرج فيه مجلس النيابي هذاك. يومين يصادقوا على قرض، يومين يصادقوا على قروضات. غرقونا لهنا الدوله كامله غرقوها ويخلص فيهم. شكون يخلص فيهم؟ يخلص فيهم الشعب التونسي. وين الفلوس؟ الله اعلم. ما شفت حد شيء، ما ثم شيء في البلاد، ما زاد شيء.